ليا. الشيف سلطان. الشيف هانية. أهلا سلطان. يا ترى وش راح طيبنا اليوم؟ راح يخمم. القاها راح يطيب لنا الدجاج المقرمش. نجيبوا شرائح الدجاج ونديروا لهم الملح. ونزيدوا التوابل. ونغمسوهم في هذا الثلاث صحون. الصحن الأول فيه بيض، والصحن الثاني فيه فتات الخبز، والصحن الثالث فتات الشيبس، حتى يتغطى سطح الشريحة تاع الدجاج بالكامل كما راكم تشوفوا. ونكرر نفس العملية مع باقي الشرائح تاع الدجاج. غمس مليح يا سلطان. يعطيك الصحة. واحد بيض، اثنين فتات الخبز، ثلاثة فتات الشيبس. أحسن. الشيف سلطان راح قام بتحضير كمية كبيرة تكفينا كامل. والآن بعد ما نغمسوا كل شرائح الدجاج، نوضعوهم في المقلاة الكهربائية وننتظروا حتى يجهزوا. وهكذا الدجاج تاعنا راهو واجد. يتقرمش. أما بالنسبة للمقادير فهي: ودرك يا سلطان دوق واعطينا رايك. لذيذ جدا. صحتك يا سلطان. والآن نقول لأصدقائنا ما تنسوش تتابعونا على قناة 4Kids. نحبوكم بزاف. كانت هذه وصفتنا لعدد اليوم من ميني شاف.